السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مواقع كتيرة تقدر إنك تكسب منها فلوس كويسة وتقدر تعمل منها دخل وتعتمد عليها، والموضوع سهل جدا وبسيط. أنت بتسجل المهارات بتاعتك وبتبدأ تدور تشوف مين من الناس عايز المهارة اللي عندك. ممكن المهارة بتاعتك تصميم، ممكن جرافيكس، ممكن حاجات كتيرة جدا. كل المواقع نفس الفكرة، فرق بسيطة بينها. هنبدأ نشوفها مع بعض بإذن الله. مثلا ده موقع اسمه نفذلي، بتبدأ تنجز المشاريع بتاعتك من خلال النت. انت محتاج ايه؟ انت مثلا صاحب شركة وعايز واحد محاسب، او عايز واحد محامي، او عايز حد يصمم لك حاجة. فبدل ما توظف حد، ممكن تكون الحاجة دي حاجة بسيطة، لا بتدور على حد بيشتغل معاك شغلانة يوم يومين شهر، تمام، وفي الاخر بياخد المبلغ بتاعك. كل المواقع نفس الفكرة، كل المواقع نفس الفكرة. انت بتبدأ تختار، تشوف انا واحد فيهم عايز. ممكن تكون انت عايز ترجم، عايز برمجة، ممكن انا اكون بعرف اترجم، فاحط ان انا بعرف اترجم وعندي مهاره الترجمه او عندي مهاره البرمجه او يعني. مش كل الشركه لازم تعين جواها مبرمجين، لا، ممكن تستعين باي موقع من المواقع دي كلها وتختار حد يبرمج لها الحاجه اللي هي عايزاها، او يكتب لها مقاله او الحاجات دي كلها. طيب الموقع وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيعرف الاثنين على بعض ويضمن الفلوس. يعني لو انا قلت مثلا حد يعمل لي شغلانه، اقدر اعمل له شغلانه وانا خدتها؟ لا، هو بيبدا ياخد الفلوس مني ويحجزها عنده، بحيث ان لو الشغلانه تمت ووافقت عليها خلاص بيبدا ايه يسلم الشغل. طيب تعال نشوف الموقع اللي بعد كده. ده موقع اسمه فرص، تمام. الموقع دوت فيه فرص كتير جدا، مش كتير بتستعين بيه. بتبدا تدور انت مثلا مهتم بايه، بتبدا تشوف الوظيفه اللي انت عايزها. ده موقع اسمه برضو يوريد، بتلاقي ناس كتيرة بتبدأ تعمل سيرش، هو موقع انجليزي، بتبدأ تشوف ايه المهارات. طبعا كل ما بتعمل اي حاجة الناس بتبدأ تقيمك، الراجل اللي انت عملت له الشغلانة دي بيبدأ يقيمك ويديك درجات. فانت لما بتيجي تشتغل اول مرة مكنش لسه حد يقيمك، فبتعرض مبلغ قليل شوية لحد ما الناس تشتغل معاك وتبدأ تثق فيك وتقيمك على اساس الشغل بتاعك تعمل صح ولا غلط، في الوقت المظبوط ولا لا، وهكذا. ده موقع اسمه موظف، برضه تبدأ تدور فيه على الوظايف، هتلاقي حاجات كتير جدا. في ناس كتيرة جدا معتمدة على الموقع اللي احنا بنعرضها دي، ولينكد ان برضه ممكن من خلاله توصل للشغل كتير جدا، فريلانسر وشغل عادي. تبدأ تحدد انا بدور على شغل في المكان الفلاني، ويكون فريلانسر مش بدوام كامل، لكن انت تختار انت تعمل سيرش عليه. طيب ده موقع برضه اسمه انديب، برضه ده موقع من المواقع المشهوره، ان انت تقدر تعمل سيرش على الشغل وتقدر تدور على شغل فريلانسر او شغل بارت تايم او شغل بدوام كامل. في موقع خمسات، ده بتعرض عليه الخدمات بتاعتك وتبدا الناس تقول لك والله احنا عايزين. تعال نشوف مثلا مثال كده، عايز حد مثلا عنده مشكله في وورد بريس، انا كان عندي مشكله وممكن تلاقي حد يصلح لك المشكله ديت. عايزين نصمم متجر احترافي، حد عايز يعمل دراسة جدوى، حد عايز يعمل مثلا تحليل احصائي باستخدام ال SPSS، موجود حتى مرتين اهوت. فايا كانت المهارات بتاعتك هتلاقي حد عنده استعداد يدفع فلوس فيها، تمام. في حاجات اهي من $15، في $10، في $35، يعني حقيبة تدريبية احترافية ب $35,000. في حد مثلا يشرح برمجة وذكاء اصطناعي، ده برضو من المواقع المشهورة فيفر. بتبدأ ان انت تسجل نفسك وتبدأ تشوف حد طالب، حد في الديزاين، في اللوجو ديزاين، وورد بريس، فويس اوفر. ده موقع المعمارية في هوز، ده برضو من ضمن المواقع الكويسة. طيب خلينا نروح بعد كده فرصة، ده برضو من المواقع اللي انت تقدر تدور فيها على فرص للسفر او فرص للشغل، الوظائف. في موقع اسمه كفيل، دي منصة برضو وسيطة بين صاحب الخدمة والراجل اللي ممكن يقدم الخدمة ديت. طيب في برضو موقع اسمه انجل ليست، تمام، هسيب لك الشرح بتاعه بحيث ان برضه الناس تفهم طريقة العمل بتاعته. في موقع اسمه بعيد،
برضو تحدد انت صاحب عمل ولا بحث عن عمل، دي مهمة جدا. في موقع اسمه بحر، هو في أماكن كتيرة لكن هو في الأغلب في السعودية يعني، لكن مفيش مانع إن أنت تعمل له خدمة وأنت في أي مكان في العالم يعني. في جلاس دور برضو بيحقق لك انت حد بقى، انت امبلوير ولا امبلوير ولا ستودنت. في بقى موقع خاص بالمهندسين او انجينيرينج، ده تقدر ان انت بقى تحدد ايه الامكانيات اللي انت تعملها. ممكن مهندس فريلانسر او عندك انت مشروع تبدا ان انت تحطه، سواء بقى في التصميم الداخلي، في التصميم الكهربائي، تصميمات الجرافيك. فالمهندسين ده متخصص بالنسبه لي. تمام، في تقييمات حلوة للموقع. فأنت ممكن تبدأ تسجل نفسك في المواقع كلها، وبالذات لو أنت في مجال الهندسة الموقع ده هيفيدك كويس، تبدأ إن أنت تسجل نفسك فيه بإذن الله.